وقل رب زدني علما. إبراهيم بن عيسى، والشيخ أحمد إبراهيم بن عيسى أخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وأخذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن الفقه المذهبي هو اتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو نديدا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو مقتبس منها. فالذي يحاول أن يفصل بين المذاهب الفقهية الأربعة التي أجمع عليها المسلمون، مذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي، وبين الدليل أو الأدلة أو القرآن أو السنة، فهذا إما جاهل أو حاقد، لأن هؤلاء العلماء هم الذين أخذوا علمهم من القرآن والسنة، أخذوا من القرآن وأخذوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم متصلون بها، بل لا يوجد من المفسرين للقرآن ولا من شراح الحديث على مر التاريخ إلا وهو منتسب ومنتم لأحد هؤلاء، لأحد هذه المذاهب الفقهية المعتبرة. فالمذاهب الفقهية هي مدارس لفهم القرآن والسنة، فلمن الخطأ الشنيع أن تقول هؤلاء العلماء تركوا القرآن والسنة وأخذوا يبحثون عن آراء الرجال، ويقولون إنهم تركوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا يأخذون من قول أحمد وقول الشافعي وقول فلان. هذا كلام غير صحيح، وهذا كلام خطير، لأن الذي يقوله إن كان يقصده حرفيا فهذا فيه إسقاط لعدالة هؤلاء العلماء، إن كانوا فعلا يتنكبون كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله ويأخذون قول الرجال، إن كانوا يقصد بهذا المعنى الحرفي هذا قد يخرجهم من الإسلام أيضا، كيف يتركون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويأخذون بكلام الرجال؟ لكن هم أبدا، هم والله من أحرص الناس على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحرص الناس على فهم كلام الله وعلى فهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حرصهم أنهم وضعوا سياجا حول كلام الله لا يلجه إلا من يستحق ويعرف وعنده العدة الكاملة لأن يستنبط. أما أن يترك القرآن والسنة لكل من هب ودب ويقول أنا آخذ من القرآن والسنة مباشرة دون أن يتعلم أصول الفقه ولا اللغة العربية ولا علوم الآلة، فهذا لا شك يهدم الفقه ويهدم الدين. ينبغي أن يتعلم الفقه والعلم كما تعلمه علماؤنا السابقون وكما نقلوه لنا كابرا عن كابر، لم ينقطع بفضل الله عز وجل هذا السند منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ونسأل الله ألا ينقطع، لأن هذا السند هؤلاء جملة العلماء وسلسلة العلماء هم الذين يحفظون لنا هذا الدين ويحفظون لنا الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.